ندور ولاد بالعيد. اسمعوا لا سمعوا بخير، راه اللي عاد يطلع للمدينه ممنوع، اللي عاد يمشي للمكناس ممنوع، اللي عاد يمشي للرباط ممنوع، راه تلازموا لخيامكم على حساب هاد المرض. انا تنوصيكم اللي عدو شي دار يقعد فيها، انا تنعلمكم ادخلوا سوق راسكم، وهاد الحاجه اللي عاد طلع ليها المدينه دير خير، ما تطلعوش، قعدوا في خيامكم وشهدوا وردوا بالكم لولادكم، لا تبقاش خيط زيت خيط زيت تجي لنا المرض الولاد بالعيد. دخلوا سوق راسكم، اللي عنده شغال يقبضها، اللي ما عنده شغال يدخل لخيمته، راه ما فيها حتى مشكل. هذه راه الداخليه راه تتعلمكم، ماشي عاد باكا من الزباله دوزوني نتحل. اللي عنده شي خيمه يقعد فيها، ودخلوا سوق راسكم، ودخلوا البيوت ديالكم، تهلاو في وليداتكم، ما كان تا مشكل الحمد لله، وتا حاجه ما تعديكم، لا جمعتوش ليكم، تا حاجه ما تعديكم، ولا بقيتوا تمشيو للمدينه، المكناس، للرباط، وهادي هادي، راني ما نضمن حد. انا تنوصيكم، ماشي غدا لا بغداد تقول لا المقدم ما قاليش، انا تنقول لك، ما المدينه ممنوع، المكناس ممنوع، الرباط ممنوع، الدار البيضاء ممنوع، القريه ممنوع، السواق ممنوع، كل شيء ممنوع. ولا عندو شي شغال وسقت اخويا، ما انا شي عربتك، دبر راسك، ما نعرفكش فين جد ومات. انا تنوصيكم.